تحت رعاية وحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام، أقيم حفل تخريج الدفعة 23 من الرقباء الأوائل اليوم في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية. وهنأ الفريق النهام الخريجين مؤكدا اعتزازه بأبنائه الذين سيكونون إضافة لمن سبقوهم من إخوانهم في سلك الشرطة لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد، داعيا وضع الوطن نصب عيونهم وأمن المواطن غايتهم ومحور عملهم. في إطار إعداد كوادر أمنية شبابية من خلال التدريب نظريا وعمليا على أحدث ما يكون عليه إعداد رجل الأمن المعاصر مع تطوير الأداء الأمني واكتساب الخبرات والمهارات العلمية، أقيم حفل تخريج الدفعة 23 من الرقباء الأوائل. تشرفت أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية صباح هذا اليوم بتخريج كوكبة من أبنائنا طلبة معهد ضباط الصف، حملة دبلوم حاصلين على رتبة رغيف أول، اللي أمضوا مدة عامين دراسيين دراسة في الأكاديمية. مصنع الرجال أثبت أن خريجي معهد ضباط الصف هم الساعد الأيمن لقوة الشرطة في كل التخصصات الأمنية وفي المهام الصعبة التي يكلفون بها من خلال العلوم المختلفة والتدريبات الحديثة. الدفعة 23 وعددهم 148 طالب، اللهم لك الحمد، من قبل سنتين دراستين التحقوا في المعهد واليوم تخرجوا وفقا للقرار الوزاري رقم 1825 على 2019، وأصبحوا اليوم رقباء أوائل يخدمون وطنهم ويلتحقون مع أخوانهم كوكبة جديدة في وزارة الداخلية، تمنى لهم التوفيق. أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية تعمل على مواكبة التطور ومتابعة الأساليب الحديثة في التعليم لصقل قدرات منتسبيها على أيدي كوادر وعناصر على قدر عالي من الكفاءة والتميز لإعداد رجل أمن يتمتع بمهارات عالية في تنفيذ المهام الميدانية. حسن بن غيام، تلفزيون دولة الكويت.